يبدو الكشك رائعاً. هل قررت يا جيجي ماذا ستعرضين في هذا الكشك الجميل؟ حسناً، كنت أفكر في عرض بعض لعبي الجميلة، أو يمكنني أن أعد كعكي المحترق الذي يحبه أبي كثيراً. هناك من يعرض ألعابه ولن يحب الناس الكعك المحترق بقدر ما أحبه. أي أفكار أخرى؟ ليس لي أفكار أخرى، لكن ربما يكون لديكم أفكار. آسفة يا جيجي، لا وقت لنا لمساعدتك، لم نفرغ من إعداد كشكنا بعد. جيجي، هل يمكنك مساعدتي في وضع الفاكهة؟ أعرف أنك دائما تقترحين أفكاراً.